منتخب الولايات المتحدة ودخل عالم التدريب في عام 73. كرة خطيرة، نيانج يحاول من بعيد، تسديدة رائعة، هدف في غاية الروعة لصاحب الإمكانيات للشاب المتألق الصاعد الواعد، 18 عام فقط ومهارة كبيرة وفرحة إيطالية على المدرجات، فرحة إيطالية للمحبين العاشقين للروسينير الكبير بشبانه الواعدين. هنا لإعادة من جديد، لاحظ الكرة واللقطة، مهارة أولا وانطلاقة ثانيا وتصويبة في غاية الروعة ثالثا وثالثة ثابتة، والكرة تهز الشباك بعد أن اصطدمت بالقائم الأيمن في نفس الجهة التي سجل فيها بالوتيلي. نيانج يزور الشباك مرة أخرى، رائعة جدا تصويبة كبار من لاعب شاب صغير، هدف بالفعل يظهر الموهبة ويظهر الإمكانيات الواضحة للاعب الصاعد الواعد، صيد ثمين جدا للميلان.